انطلاقة سادس الأشواط في هذه اللحظات شوط القعادين. انطلق في هذه اللحظات شوطنا السادس والذي يحمل 19 اسما و19 شعارا لامعا. نذهب إلى مقدمة الشوط، نذهب لإذاعة المراكز، نذهب لتوضيح مجريات هذا الشوط وما يحدث على أرضية الميدان. يتصدر الشوط في هذه اللحظات ويقود المشاركين حامل الرقم 18 شاهين متعب بن سعيد بن كحيز، وفي ثاني المراكز حامل الرقم 11 شاهين إبراهيم بن حمد النعيمي، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 16 شاهين صالح بن سعيد الحول، وفي رابع المراكز حامل الرقم 15 الراوي محمد بن طالب بن هليل. يحاول أن يروي مجريات ويكتب قصة هذا الشوط. ونذهب إلى مقدمة الشوط، نعود مع الصدارة، نذهب مع المقدمة، ولا زال شاهين متعب بن سعيد بن كحيز مسيطرا على زمام الأمور، لا زال يسيطر في هذه اللحظات ويقود جميع المشاركين، يقود جميع القعادين، يقود جميع الشعارات ويتصدرها. ولكن احذر 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 القادمين من الخلف، الجماعة واصلين. حامل الرقم 11 شاهين إبراهيم بن حمد النعيمي في ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز الريان، ثالث المراكز الريان حمد بن عبد الله الزعبي. نذهب إلى رابع المراكز، حامل الرقم 5 شاهين سعد بن نهار النعيمي، وفي خامس المراكز حامل الرقم 19 طماع حمد بن علي محمد الشراب، والذي يطمع للفوز بهذا الشوط. نعود مع الصدارة، مع المنافسة، نعود مع المنافسة. وفي مقدمة الشوط شاهين سعد بن نهار النعيمي، تقدم شاهين في هذه اللحظات. وفي ثاني المراكز شاهين متعب بن سعيد بن قحيز، وفي ثالث المراكز الريان حمد بن عبد الله الزعبي، وفي رابع المراكز حامل الرقم 11 شاهين إبراهيم بن حمد النعيمي. نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط، نعود مع شاهين والثلاثمائة متر النهائية. ما شاء الله ما شاء الله، تشتد المنافسة ما بين شاهين شاهين سعد بن نهار النعيمي وشاهين متعب بن سعيد بن كحيز والمئة متر النهائية. شاهين سعد بن نهار النعيمي، تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك شاهين سعد بن نهار النعيمي. وفي ثاني المراكز حامل الرقم 15 الراوي محمد بن طالب بن هليل، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 18 شاهين متعب بن سعيد بن كحيز. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 3 دقائق، جزئين من الثانية، 31 جزءا من الثانية. ننتظر في هذه اللحظات انطلاق